هل على المعتمر طواف وداع؟ وإذا طاف الوداع هل يجوز له أن يدخل الحرم ثانية؟ الوداع الواجب في الحج، واجب من واجبات الحج، أما العمرة فليس لها وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر المعتمرين أن يطوفوا طواف الوداع عند الخروج، وإنما كان يأمر الحجاج خاصة. لكن من طاف للوداع للعمرة من باب الاحتياط فلا بأس، أما الوجوب فليس عليه وجوب. وإذا طاف للوداع لا مانع أنه يدخل المسجد الحرام لحاجة، إنما الذي ينقض الوداع هو الإقامة، إذا أقام بعد الوداع في داخل مكة انتقض وداعه، أما مجرد أنه يأخذ حاجة أو يدخل المسجد ليصلي أو ليجلس في المسجد ينتظر أصحابه أو غير ذلك، هذا لا يضر بالوداع. نعم.